السلام عليكم. نواصل في الموجة المفتوحة، وضيفنا القادم بل هو حاضر ساهر بركي من شفاعنا. برحب فيك ساهر. أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. ساهر بركي هو مستشار ضرائب، وكيل تأمينات، وهو رجل اقتصادي، إذا ممكن نسميه. وانت من شفاعمر، وكيف الاقتصاد في شفاعمر؟ يعني الاقتصاد حاليا الوضع غير مستقر في كل البلاد طبعا، من حاله يعني في كل الدول. واليوم وضع اقتصادي صعب، يعني اذا بنحكي على حتى من بداية عام 2023 بنشوف انه الوضع الاقتصادي كان جدا صعب، والان طبعا يزداد سوءا على امل انه يكون افضل لقدام. يعني هذا اللي احنا بنتامله. طبعا بداية دعني أشكركم كمان في على استضافتي، على أمل أنه نوصل المعلومات الهامة والتحديثات المهمة لجمهورنا طبعا الكريم. وطبعا يعني دائما برنامجك، يعني أنا بشوفه فبرنامجك كتير مهم أنه نوصل عن جد رسالتنا لكل المجتمع. وبالنسبة للوضع الاقتصادي أخ بسام، يعني بنشوف إنه هناك في أزمة اقتصادية اللي هي بلشت. يعني سألتنا عن الوضع الاقتصادي، فأنت سألتني على شفاعمر، أنا بحكي لك على كل الدولة طبعا ومجتمعنا العربي بشكل خاص اللي هو طبعا في أسوأ من باقي المجتمعات. يعني كان في تقرير للتأمين الوطني كان في 42% اللي من مجتمعنا اللي عايشين تحت خط الفقر. طبعا هي نسبة جدا عالية، وطبعا هذا يعني معطى مقلق جدا، ولذلك احنا بنتأمل انه يكون الوضع افضل لقدام، وخصوصا بعد انتهاء ان شاء الله قديش اسرع بتنتهي الحرب وبرجع الوضع الاقتصادي بازدهار مستقبلا. بدي اسألك ساهر بركي، اليوم اكثر شيء في يعني موضوع العمال الفلسطينيين، انا كتبت عنه امبارح في بانيتو وفي هلا وفي كمان في التيك توك وفي الانستغرام، انه في هناك ازمه العمال الفلسطينيين وكان الدخول من هنا. اول شيء معروف لنا معروف القاسي والداني، ومعروف لنا انه المجتمع الفلسطيني ما بيقدر يكمل بانه ما يربح، ما عنده لقمه عيش، مصدر لقمه عيش، ما بيقدر يكمل هيك. ومن ناحيه ثانيه برضه لاسرائيل مش احسن وضع انه العمال من المناطق الفلسطينيه ما يشتغلوش. فهذا الموضوع يعني حسب رايي على جانب كبير من الاهميه. وانا حسب رايي انا لو كنت انا يعني رئيس حكومه في اسرائيل او المسؤول عن هذا الموضوع في اسرائيل، كنت بسمح للعمال الفلسطينيين يرجعوا يشتغلوا مشان لقمه العيش، ومشان يعني ما يكونوا باوضاع اللي هم يعني يأسنين. بعرف شو رايك؟ صحيح، يعني إذا بنتفرج على مر السنين هناك تناغم جدا كبير بين العمال الفلسطينيين اللي بيشتغلوا داخل إسرائيل، داخل الخط يعني في دولة إسرائيل، وأيضا هناك أمور اقتصادية مشتركة أيضا، مش بس العمال اللي هي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وكثير من المنتجات وحتى 83% تقريبا منتجات السلطة الفلسطينية اللي عم بتفوت لدولة إسرائيل واللي بتنباع هنا. ولكن بالنسبة لأزمة العمال هناك أزمة جدا كبيرة، يعني خصوصا بعد 7 أكتوبر كثير من خصوصا العمال الأجانب اللي كانوا موجودين غالبية رجعوا لبيوتهم لبلادهم لأنه خافوا من الوضع الأمني الموجود هون. العمال الفلسطينيين رجعوا على بلادهم، يعني أجبروا أن يرجعوا على غزة أو على الضفة الغربية. كتير من العمال اللي موجودين هون اللي انجبروا يطلعوا على إشي اسمه حالات إجازة غير مدفوعة الثمن أو على البطالة، أو انجبروا يقعدوا مع أولادهم خصوصا في الفترة الأولى من فترة الحرب اللي طلعوا، يعني الأولاد ما راحوا على المدارس، فكتير من الأهالي اللي جلسوا مع أولادهم في البيوت وما راحوا عمالين لليوم جالسين على لا خلص اليوم رجعوا، ولكن بحكي على الفترة الأولى طبعا اللي كان فيها طبعا ما كله يعني بتصير عمليا عجلة ودائري، فكله بيأثر طبعا على الوضع الاقتصادي. وأيضا لليوم موجود اللي طلعوا على جيش الاحتياط خصوصا من المجتمع اليهودي اللي طلعوا كمان، هذا أثر على الوضع الاقتصادي طبعا. يعني اليوم عم بدوروا على بديل. سنيجي على القضية أنه أنت حكيت أنه أنا لو أني وزير رئيس الحكومة كان برجع. طبعا رئيس الحكومة على فكرة بده، وزير المالية ما بده، سموتريتش. اليوم القرار هو أكتر قرار عم نشوفه سياسي مش اقتصادي ولا أمني، حتى الكابينيت الأمني أنا سمعت أنه مرة الشرطة اللي كانت بدهاش
يعني اليوم حتى نقول هيك بجوز يعني اليوم غير الوضع ما هو يعني ما هو بكون اليوم يعني الوزراء اللي هن يعني اليمين المتطرف اكثر هن سموتريتش وبن كفير هن اللي بدهن يفوتوا، يعني بنحكي كمان دور عشان يكبروا وضعه من ناحيه سياسيه واحزاب انه عشان هيك عشان هيك جو بايدن امبارح قال لنتنياهو قال له غير حكومتك. ممكن ممكن اليوم نتنياهو على فكرة يعني أجل قضية القرار والتصويت في هاي القضية، قضية إنه يدخل عمال فلسطينيين ليوم الأحد، عارف يعني عم بستنى. بس وزير الدفاع بيقول لك لازم نرجع هيك على كل مكان مكتوب في بونت. إذا وزير الدفاع فمن ناحية أمنية فيش مشكلة، جالانت وجانتس جانتس وجالانت ونتنياهو بدهن يفوتوا العمال لأنه عارفين الوضع الاقتصادي واقف، يعني في كتير قطاعات اللي وقفت بشكل نهائي، وخصوصا خصوصا اذا بنحكي على الزراعه وعلى البناء واقفين بشكل تام، في كتير مقاولين اللي وقفوا اعمالهم. الاقتصاد الاسرائيلي عم بيخسر مبالغ جدا كبيره، يعني عم نحكي شهريا يعني بتحكي على 8 مليار، بتعرف شو يعني 8 مليار شيكل شهريا انت عم تخسر نتيجه انه فيش عندك عمال موجوده هون تقوم بهاي العمل، او 2 مليار و300 مليون اسبوعيا، فبنحكي على مبالغ جدا طائله. طبعا نتنياهو عم بيستنى وصول او يعني وصول مستشار الامن القومي الامريكي اللي هو سيلفان ايلان انه ممكن ياثر في هاي القضيه على الحكومه او على القرار هذا، ويقدروا في نهايه المطاف انه يفوتوا هدول العمال، ولكن اليوم القرار سياسي بحت، كل واحد مش امني مش امني لا من ناحيه امنيه جالانت جانس اللي بيفهموا اكثر في الامن ان مع انه يدخلوا العمال فلسطين، طبعا في شروط، المفروض انه يكونوا من المتزوجين، المفروض يكونوا فوق 35 عام وما فوق، يعني في شروط. طبعا كان في قرار من الحكومه انه يفوتوا 10,000 عامل من خارج البلاد، ولكن خارج البلاد يعني هذا مش بديل، لانه اذا بده يجيبوهم من الهند وفيتنام والصين يعني تي اهلوهم بدهم تقريبا 4 أشهر. والمشكل الثاني انه المقاول لما بده يدفع لهذا العامل اللي جاي من خارج البلاد راح يدفع له مبالغ جدا طائله، يعني المبالغ اللي بتكلف العامل الفلسطيني للمقاول مبالغ يعني اقل بقليل بكثير من المبالغ راح يدفعها للعامل اللي جاي من خارج البلاد، غير عن انه تاهيلهم بده كثير وقت. فاليوم هذا مش بديل حسب رايي، فالبديل الاصح اذا بدنا بديل فوري وانه يدخلوا العمال الفلسطينيين هون ويبلشوا، لانه هم بيفهموا الشغل، بيعرفوا شو لازم يعملوا، في كثير من عمال اللي هن ماسكين الشغل هون يعني صار سنوات يشتغلوا هون مع مقاولين او في مصانع او في مطاعم في عده قطاعات طبعا، وهي القطاعات لما بنحكي على 139 الف عامل يعني بنحكي على كميه كبيره، اللي هن كانوا موجودين قبل 7 اكتوبر اليوم هن مش موجودين، ف 139 الف عامل كيف بدك تجيب لهم بديل؟ تقدرش تجيب بديل خلال يوم او يومين او اسبوع، فالبديل اللي بده يكونوا حتى مش رايحين يحكوا على 139 الف، رايحين يحكوا على 10,000 او 20,000. وبرضه في كمان نقطه انه اذا بجيبهم عامل من خارج البلاد هم بسكنوه هنا طبعا، فالفرق بينه وبين العامل الفلسطيني، العامل الفلسطيني بيجي بيشتغل وبنام ببلده، فهي كثير مهمة، خصوصا إسرائيل مع مشاكل الأمن اللي بتحكي عنها وتفكر فيها، كثير مهمة، لأنه العامل مش يعني شفت مش زمان كان مشاكل مع إريتريا في جنوب بالضبط، فانتقلت المشاكل تبعتهم لتل أبيب، صحيح لمركز تل أبيب، يعني بتحكي أنت من ناحية أمنية، قنابل وضربوا طبعا، فأحسن يعني من كل النواحي أحسن لدولة إسرائيل، حتى ما قلت لك يعني إنه أحسن لهم إنه أحسن يشتغلوا. إحنا أول شيء إحنا انا رايي الشخصي يعني انا مع انه يعني العمال يجوا يشتغلوا لقمه عيشهم، يعني بقدرش اتخيل بيت ما همش ياكلوا، فاهم؟ صحيح. في المناطق الفلسطينيه، فاحنا مع انهم يلاقوا حل وانهم يشتغلوا هذول لقمه عيشهم. السؤال اخ بسام، هل العامل الاجنبي يعني يتقن العمل في البلاد هون كما يتقن العامل اللي موجود صاروا سنوات؟ هاي واحد، والحق يعني اوكي دولة اسرائيل موجود بحاله حرب مع الحرب الفلسطيني، اوكي بس وضع حساس طيب طبعا. اوكي ويعني وانت بحاله حرب مع بين فلسطيني وبين اسرائيل مثلا، وشو اخرت يعني تقدر تقعدهم بالجو؟ بتقدرش تقعدهم بالجو، الناس بدهم يشتغلوا للقمه عيشهم، بدهم يشتغلوا. صحيح، هي من مصلحه دولة اسرائيل ايضا يكون هناك استقرار اقتصادي وامني وكذا، يعني اذا بكون في هناك مشاكل اقتصاديه الحق ان كان ان اسرائيل استغلت هذا الشيء بالايجاب، لانه احنا بنحكي عن عشرات السنين والعمال بيشتغلوا. صحيح، بيشتغلوا بفوتوا على البلاد وعم بيسترزقوا، وانا وياك على الاقل انا بفكرش بشيء ثاني غير لقمه العيش صحيح للعامل هذا البسيط اللي
اللي بيجي يمكن يكون معاه شهادة أكاديمية وجاي يشتغل بالزراعة. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق طبعا، فهي شغلة جدا مهمة. وطبعا من ناحية أمنية كمان اللي تفضلت فيه، أنه اليوم العامل الفلسطيني ممكن أهوى من عامل أجنبي اللي ممكن يعمل تكتلات داخل الدولة، أنه بده يسكن في قلب الدولة. ومن ناحية اقتصادية راح يكلف الدولة كمان، بدهم يسكنوهم، حتى المقاولين راح يكلفهم أكثر مصاري. فاليوم العامل الفلسطيني أريح أنه يوصل على البلاد فعدة وأحق وأحق كمان، هي واحد. ثانيا أريح لأنه أول شيء بفوت بيرجع بلاده، يعني على القطاع، على الضفة مثلا، على أو على قطاع غزة أو على الضفة. ثانيا من ناحية اقتصادية طبعا بيكلف أقل، فهي الشغلة جدا مهمة. واليوم هذا هو الخلاف، يعني هناك في أزمة داخل الحكومة إنه هل نفوت هدول العمال أو ما نفوت هدول العمال. واللي عم بفكروا صح حسب رأيهم لازم مع قرار إنه يفوتوا هدول العمال، لأنه رايحين يحلوا أزمة كبيرة، لأنه الوضع الاقتصادي واقف في الدولة، واقف يعني متجمد. اليوم مفروض إنه هذا الوضع يتحلحل، فأكيد بدك تحلحله، بدك العمال اللي كانوا موجودين ترجعهم أو ترجع على الأقل قسم منهم ليبلشوا يحركوا الوضع الاقتصادي من جديد. طبعا نتأمل إنه الحرب تخلص بأسرع وقت والوضع يرجع طبيعي. وحسب التاريخ إذا بنرجع بعد كل حرب كان هناك ازدهار اقتصادي، يعني ببلش البناء يرجع، فلما البناء بكون موجود فالمقاولين بيرجعوا بيشتغلوا بيعملوا. يعني اليوم دولاب الحياة برجع يعيش بالضبط. اليوم خصوصا قطاع البناء هو عصب الاقتصاد أو عصب العمل، القطاع العمل الإسرائيلي، هو يشكل 17% من قطاع العمل الإسرائيلي أو الاقتصاد الإسرائيلي. فاليوم هذا الزراعة والزراعة أيضا مهم جدا. اليوم بتشوف أنه في كتير محاصيل اللي مش عم بيقدروا يعملوا، في ناس اللي عم بتروح بتتبرع أو عم بينادوا في الإعلانات تعالوا خدوا، حتى خدوا مصاري بس تعالوا، أنه الزراعة كمان مهمة. ولكن البناء في هناك كتير مقاولين، يعني لما اليوم بوقف البناء، وطبعا مشكلة البناء مش بس لسه فترة الحرب على فكرة، مشكلة البناء يعني والمبادرين اللي بيبنوا البنايات الكبيرة عندي المشكلة من بداية السنة. ليش؟ لأنه الفوائد جدا ارتفعت، فإذا فوتنا على قضية الفوائد نتيجة التضخم المالي، فانجبر محافظ بنك إسرائيل يرفع هاي الفوائد عشان يقل صرف الشواكل الأقل. وبما أنه بصير في أقل صرف للشواكل ممكن هاي الـ يعني بصير بقل التضخم، وهي الهدف أنه يقلل التضخم، فساعتها بيقدر نزلوا الفوائد. بما انه الفوائد مرتفعه فاليوم قد ايه اليوم فوائد؟ اليوم 6.25% نسبه جدا عاليه. احنا متعودين يعني قبل سنه مثلا او اكثر شوي على نسبه 1-1.5% مثلا، هاي النسبه. اليوم بيحكوا على 6.25، هاي بسموها ريبيت البرايم، فائده البرايم. يعني محتمل الساعه بدك اخرى غير بدك كمانها طبعا 3% اضافيه مثلا او 2% مره كان 1.5 كان مرة كان نص في البداية، صحيح، زائد البرايم زائد نص، اللي هو البرايم 1.5 زائد نص، يعني نحكي على فائدة كاملة اللي هي 2%. اليوم تحكي على 6.25 زائد 3 زائد 2 مثلا، فبنصير نحكي على 8 و9% و10% لنسبة جدا عالية. فاليوم الأزواج الشابة اللي بتحتاج تأخذ قروض سكنية اللي بسموها المشكنتة، اليوم عم بتخاف توصل تأخذ هاي القروض لأنه صعب ترجعها. يعني اليوم بأخذ 1,000,000 شيكل عم برجعها 1.5 مليون أو أكتر حتى ممكن، حسب قديش بيعطوه فائدة. فاليوم قضية الفوائد جدا 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 صعبة وجدا بتأثر قاعدة على الأزواج الشابة. فمن هون نشوف أن فرع البناء بما أنه ما في أزواج شابة وحتى ناس عاديين ما عم بيشتروا هاي البيوت السكنية، فمنشوف أنه وقفت بشكل نهائي بيع البيوت، فوقف المبادر أنه يكمل هاي البناية، فكم مقاول وقف وراه، انت على الألمنيوم وقف والنجار وقف والحداد وقف واللي بده يشتغل في البلاط وحتى اللي بيجيبوا البلاط نفسه والقصار وقف. منشوف انه في كتير مقاولين وقفوا عملهم او انه كان عندهم انخفاض جدا كبير في شغلهم، وهذا الانخفاض طبعا بسبب لانه المصاريف موجودة عند كل عامل او كل مصلحة تجارية، المصاريف هي ثابتة. سهر، شو معنى بنك اسرائيل بيحاول يصرف يدفق دولارات على السوق؟ شو يعني بالضبط؟ هو عمليا عم ببيع بدفق عمليا هاي الدولارات لانه بده يرفع قيمه الشيكل مقابل الدولار. فلما بفوت نجح نوعا ما، يعني هو نجح، يعني وصل الدولار فوق 4 شيكل يعني قبل فتره. اليوم عم نحكي على 3.7 بعد ما باع 8,200,000,000 بشهاي بشهر اكتوبر، بشهر حتى قبل الحرب هذا القرار كان، يعني كان في قرار انه يبيعوا 30 مليار
دولار. يعني في خزينة الدولة موجود 200 مليار دولار، كان في حديث انه بيعوا 30 مليار دولار، باعوا 8.2 يعني 8 مليار و200 مليون، فهذا شفنا انه سعر الشيكل قوي. شو يعني سعر الشيكل قوي؟ لما بيقوى سعر الشيكل عمليا انت بتشتري في اقل شواكل، لما بتشتري من الخارج بدك تستورد، فاذا انت صرفت اقل شواكل عمليا انت نزلت التضخم المالي، وانت بزيد التضخم المالي لما انت سعر الشيكل بكون قليل وبدك تصرف اكثر شواكل عشان تجيب المنتج من خارج البلاد، فبصير عندك التضخم كبير، فمجبور ترفع الفوائد، فبسبب لغلاء في المعيشة وغلاء في المنتجات، وهذا كله دورة ودائرة وعجلة دائرة اللي بتأثر بشكل كبير في نهاية المطاف على جيبة المواطن. يعني المواطن هو اللي بده يدفع الثمن في نهاية المطاف. طبعا زاد على ذلك قضية التدريج الائتماني اليوم، خصوصا قضية الثورة القضائية، احنا نسينا قضية الثورة القضائية او الاصلاحات القضائية اللي حكوها اللي من بداية السنة. طبعا الى علاقة اليوم الثورة القضائية اللي كان سموتريتش والحكومة بدهن يعملوها، وكان في فترة معينة كان محافظ بنك إسرائيل في اجتماع بافوس ورجع قالهن وحذرهن إنه اليوم انتبهوا قضية الثورة القضائية شو معناها؟ يعني يعملوا إصلاحات اللي الحكومة تقرر في كل كبير وصغير، بطل في عندك عمل لمحكمة العدل العليا، فكل الشركات الكبرى من هايتك والمستثمرين اللي من خارج البلاد قلصت. اللي ليش تقلصت؟ لأنه بخافوا من عدم الديمقراطية. يعني إن صار إشي الحكومة تقدر تقول هاي المصاري بدنا نخدها، فش عندك محكمة عدل عدل تقرر إنك ترجع مصاريك على سبيل المثال، فبطل في ديمقراطية. هاي الشرك خافت، شو عملت؟ هربت لخارج البلاد. لما بتهرب من خارج البلاد ما بتستثمر في البنوك الإسرائيلية خصوصا بالأموال الأجنبية، وما بتستثمر في البورصة الإسرائيلية، فشو بصير عمليا؟ الاقتصاد الإسرائيلي بده يتضعضع. فهذا هو كان التخوف. الاقتصاديين واللي بيفهموا بالاقتصاد حكوا على هاي الموضوع وحذروهم. للأسف الحكومة ما تجاوبت وكملت في قضية الثورة القضائية، فإني بتطلع بس من منطلق سياسي ما تطلع من منطلق اقتصادي، مع أنه رئيس الوزراء نتنياهو رجل اقتصاد هو بيفهم هاي الشغلات. ممكن سموتريتش حتى حكى سموتريتش أنا مش رجل اقتصاد، يعني ما بفهم كتير بالاقتصاد، يعني هو موجود الرجل الغير مناسب في مكان أيضا يعني غير مناسب لإله، فهو ممنوع يكون في هاي الوزارة. المفروض يكون واحد اللي يفهم اقتصاد، يفهم شو يعني تضعضع الاقتصاد الإسرائيلي. ساهر، شو ليش احنا لازم نخاف؟ احنا الجمهور العربي في داخل الخط الأخضر لازم نخاف؟ يعني اهلنا في شفاعمر بلدك لازم يخافوا؟ ليش يخافوا؟ يعني تعال احنا بالوضع الحالي، اي وضع موجود الجمهور العربي داخل الخط الأخضر؟ انا بحكيش عن الجمهور العربي في الأردن ولا في لبنان ولا بسوريا ولا حتى بمصر، أنا بحكي عنا إحنا الجمهور العربي الفلسطيني الإسرائيلي داخل الخط الأخضر. بأي وضع إحنا؟ من أي جهة؟ اقتصادياً؟ اقتصادياً طبعاً، لأنك أنت رجل اقتصاد. رجل اقتصاد. اقتصادياً إحنا موجودين في وضع برضو يعني لا يحسد عليه، يعني إحنا قسم من هاي الدول، اقتصادنا مرتبط مع اقتصاد الدول. بس مشان في الناس سمعينا، فرضاً واحد سمعنا هسه من الأردن أو من سوريا أو من لبنان، ومش غريب انه يسمعونا طبعا، بث قناه فضائيه توصل كل العالم، شو يفهم يعني؟ يشفق علينا ولا يقول والله هذول طلع رغم انه في حروب وهيك بس عايشين منيح؟ شو الحقيقه يعني سهل؟ يعني الحقيقه هو انه احنا عم نحاول انه نعيش قديش بنقدر، يعني التقارير الرسميه عم بتقول انه في قسم كبير من مجتمعنا، وحكينا على التقرير الاخير اللي كان قبل عده شهور، وصلنا ل 42% اللي موجودين تحت خط الفقر، يعني هيك بصير هاي نسبه عاليه. طبعا نسبه عاليه، ولكن في كمان عندنا في مقاولين وفي مصالح تجاريه قويه، ولكن يعني المجالات مش مفتوحه امامنا بشكل كبير، يعني انه ينشفع علينا لا فيش حاجه ينشفع علينا، لا احنا بنقدر نشتغل وبنقدر نقوم في واجبنا وبنقدر نقوم في مصالحنا. إيه طبعا تنساش انه القوانين في الدول كمان شوي صعبه من ناحيه اقتصاديه، يعني اليوم الضرائب جدا عالي، اليوم اذا بنحكي على قيمه ضريبه قيمه مضافه بنحكي على 17% بدنا ندفعها، بحكي على مصلحه تجاريه لازم تدفع، بنحكي على القيمه المضافه 17
17 اليوم أنا كانت 18 صحيح لها 13 13 بتاخر زمان زمان انا مش وعيها مثلا يا زلمه شو هذا بس قبل ال 17 كثير وكانت 18 على فكره نزلوها ل 17 على سبيل المثال مثلا في الضفه في السلطه الفلسطينيه 16% هذا بس فقط ضريبه قيمه مضافه في هناك ايضا التامين الوطني كل صاحب مصلحه اليوم مستقل حتى الأجير بده يدفع ولكن المستقل بدفع بين 12-16% تأمين وطني اللي طبعا يعني أيضا التأمين الصحي يعني موجود داخل هذا التأمين داخل هذا النسبة اللي بين 12-16% وعندك ضريبة ضريبة الدخل اللي هي قسم كبير يعني عمليا شريكي مع كل مصلحة اليوم ممكن توصل مصالح إذا عنده دخل عالي ل 47% مثلا ضريبة الدخل هاي الماكسيموم؟ هاي الماكسيموم يعني وممكن يكون شوي أعلى ولكن الماكسيموم اليوم اللي عم بوصلوه 47% وممكن يعني توصل طبعا في تدريجيا يعني 10-23-35 ففي درجات هناك اللي ممكن توصل في نهاية المطاف إلى 47% نسبة جدا عالية يعني بالعالم قارن لي اياه بالعالم يعني في العالم لا مثلا على سبيل المثال في امريكا بيعطوا ضريبه وحدي اللي هي في نهايه السنه اللي تقريبا 10% على دخلك او على ربحك طبعا هناك ما في ايضا حتى تامين وطني هناك اذا بتفوت على مستشفى في باقي البلاد او خصوصا في امريكا مثلا بتفوت على المستشفى بدك تدفع من جيبتك الخاص هون يعني بقول لك ادفع انت تامين وطني حاليا ولكن اذا بتفوت على مستشفى وبدك احنا بندفع عنك احنا بندفع عنك ولكن ما انت دافع مبالغ طائله يعني هل تنقول التامين الوطني في نهايه المطاف ممكن يعوضنا شغلات انك سار عندك مثلا كمان دولي نسبه الضريبه العليا يعني اذا يعني امريكا بتقول لي 10 يعني منطقي ما هو هيك المفروض يكون يعني حتى يعني حتى نقول يعني النسب ما بنعرف بالضبط يعني ما حافظ نسب ولكن اذا بناخذ اسرائيلي من النسب العالي الموجوده في العالم من ناحيه الضرائب يعني اسرائيل دولة فيها الرأسماليه يعني بيلعب دور رئيسي في الحياه الاقتصاديه حتى امريكا راسماليه ولكن الضرائب لما يعني بتعرف زي ما انت بتقدر تعلمنا في الاقتصاد يعني راسماليه انت بتعمل شيء وبتخاطر فيه يعني في نوع مخاطره صحيح في مخاطره لكن في الـ بال في عكس الراسماليه مثلا الاشتراكيه مثلا اشتراكية يعني انت ما بتخاطر ما بوجع راسك يعني بتتوزع على الكل نفس الشيء بس نفس النسب يعني واحد عنده طموحات بقدرش يتقدم صح هناك فيش تقدم انك الجميع بكون متساويين تقريبا اسمها اشتراكية ومساواة بس ما ثبت انها مش ناجحة النظام الرأسمالي من ناحية مساواة ولكن في النظام التخوف صحيح ولكن اليوم لا مش هيك الاتحاد السوفيتي اليوم روسيا بس بقول روسيا مش يعني فيش فيها الاشتراكية زي زمان يعني لا مش زي كيف كانت الاتحاد السوفيتي صحيح كان النظام الشيوعي والنظام الاشتراكي ولكن رأس مالي فيه خطورة يا بتشوف طبقة فوق يا بتشوف طبقة تحت فهذا التخوف يا انه ناس بتنجح بصوره عن جد واضح ان كتير مليح لفوق يا بتشوف حتى الطبقة كيف توصف وضع اسرائيل سار من اي جهه من اي ناحيه اللي بنحكي عنها يعني اليوم في رؤساء طبعا في رؤساء اموال اللي فيهم مصالح خارج البلاد والناس عم تستثمر بس هذا بشطرتهم مش انه يعني هم سرقوها لا يعني ما سرقوها صحيح بشطرتهم ولكن في ناس اللي المجالات مفتوحه امامهم اكثر من ناس اخرى كمان هاي نقطه مهمه كثير يعني مش كل الناس المجالات قدامهم مفتوحه ومش كل الناس كمان بتحب تخاطر اللي ما بخاطر بده ضل عايش في مستوى اللي هو متوسط تنقول ففي الطبقة الوسطى اللي ممكن أغلب الإسرائيليين طبقة وسطى أغلبهم ولكن في هناك رؤساء أعمال كبار اللي هن بالشغل هن خارج البلاد بتشوف إنه عندهم شرك خارج البلاد شرك داخل البلاد فبتشوف الوضع هن كتير مليح بتشوف الطبقة الوسطى اللي هن يعني بيشتغلوا بيعملوا وعايشين بشكل محترم تنقول ما بيحتاجوا حدا تاني لأنه شغلهم ماشي وفي عندك الطبقات اللي هن اللي تحت يعني اللي عايشين اليوم تحت خط الفقر اللي الطبقات الفقيرة فمنشوف انه حتى الطبقات الوسطى ممكن اليوم عم تتلاشى شوي شوي يعني عم نشوف يا فوق يا عم نشوف انه الوضع مش كتير منيح اليوم الوضع الاقتصادي اذا بنحكي على اخر سنة احنا مرينا
في كتير ظروف خلال 3 سنين الأخرانيات. يعني مرينا في إشي اسمه كورونا، ذاكر كورونا بلشت من هناك الإغلاقات وكذا، هذا كله بأثر من ناحية اقتصادية، ما الكونتينر الحاويات اللي كانوا يجيبوها من برا فزاد يعني سعر تحميلها في السفن وكذا زاد بشكل كبير، فشفنا البضائع بلشت تزيد أسعارها بهيك الفترة، في بضائع كتير اللي ما كانت تيجي، إغلاقات يعني حتى لما في إغلاق لمجمع تجاري اللي فيه بعرفش زي كينيوم اللي فيه كتير محلات تجارية اللي أغلقت أبوابها، عندك مش كل هون انت بتحكي عن كورونا وقتها فترة الكورونا واليوم واليوم، ولكن بعد فترة بحكي لك من 3 سنين قديش الوضع الاقتصادي يعني يزداد سوءا. بعدين صار في عندنا قضية التضخم، يعني الثورة القضائية بلشوا يحكوا عليها اللي كمان زادت شوي الطين بلي، وكتير من المستثمرين اللي خرجوا خارج البلاد وشوي كان في تخوف. بعدين قضية نتيجة الثورة القضائية في قضية التدريج الائتماني، انت فاهم شو يعني تدريج ائتماني لدولة إسرائيل؟ يعني اليوم إذا صار التدريج الائتماني سلبي في عندك مشك اليوم، ليه؟ لأنه الدولة بشكل عام تعتمد على القروض من خارج البلاد، يعني من بنوك دولية، فإذا اليوم ما قدرت تحصل على هاي القروض راح يكون في عندها مشكلة من ناحية اقتصادية، لأنها تجيب الأموال كده تغطي ميزانيتها خزينتها، منين بدها تغطي هالاموال؟ فاليوم مجبور يكون، يعني اليوم نحكي على اي دول اللي بيكون عندها مليارات الشواكل او الدولارات، نحكي على بنوك خارج البلاد طبعا مليارات الدولارات اللي هي بتكون قروض وانت بترجعها، فاذا كان التدريج الائتماني السلبي عندك مشكله بطل البنك الدولي يعطيك هاي القروض، واذا عندك قروض عم بهدد اسرائيل في هالاشياء طبعا بسبب يعني الحرب. طبعا اليوم موديز واللي شركات التدريج الائتماني وفيتش اللي عم بالضبط، يعني بعد الحرب ممكن يكون هناك في قرار انه نزل التدريج الائتماني من A او A بلوس اليوم بسموه في دولة اسرائيل الى سلبي، السلبي هذا بيأثر عليها، حتى القروض الموجودة لما بيرجعوها بترجعها في مبالغ اكبر يعني مع فوائد اكبر، وهذا طبعا من جيبتك من جيبة الدولة بده يروح، فهذه الشغلة كمان خوفت بتخوف. يعني في عندك قضية اللي رفع الفوائد البنكية اللي زادت كمان قضية الغلاء، في الغلاء جدا كبير صار نتيجة هاي الفوائد، وايضا قضيه تلاشي سعر صرف الشيكل، حكينا انه لما الشيكل بيكون ضعيف فانت عمليا وضع اقتصادي مش مريح، لما العمله بتكون قويه انت وضعك الاقتصادي في الدوله بيكون قوي، واليوم التخوف اليوم بنحكي على الحرب، اليوم بيحكوا على 200 مليار الشيكل تكلفه الحرب راح تكون، هاي اذا خلصت طبعا لسه، واذا استمرت ان شاء الله تخلص ان شاء الله بتخلص، وان شاء الله بكون قديش اقل الخسائر طبعا الخسائر البشريه والخسائر الماديه طبعا احنا هذا املنا، ولكن اذا بنحكي على الحرب اللي متوقع على شهرين مثلا يعني بنحكي على 200 مليار مش مزحة، هاي طبعا منين بده يروح منين بده يعوضوها؟ يعوضوها خزينة الدولة منين تعوضها؟ بدها تعوضها على حساب مواطنين، كتير من القطاعات للرفاه الاجتماعي مش راح تكون، الرياضة ممكن يتضرر، التعليم ممكن يتضرر، اليوم الميزانية الأهم هي ميزانية الحرب معروف، يعني حكوها سمطرش بيحكوها الحكومة هاي الأهم، وهناك كمان في أزمة معينة داخل الائتلاف يعني أو داخل الحكومة أو داخل الكنيسة، إنه بقول لك في 7 مليار شيكل اليوم موجودة رايحين يدفعوها لاتفاقات ائتلافية، شو يعني اتفاقات ائتلافية؟ مشكلة كبيرة بإسرائيل طبعا، يعني هون 7 مليار مثلا وزير مالية بقول لك شو 7 مليار مش كتار، لا كتار بيأثروا، في عندك 6 وزارات موجودة اللي هي فشلها شغل فقط عشان يعملوا ائتلاف وعشان هذا ما يزعلش وهذا ما يزعلش، حافظوا على الحكومة، فمنشوف انه القرارات السياسية عم بتأثر على الاقتصاد، الاقتصاد والسياسي في دولة إسرائيل مربوطين ببعض بشكل مباشر، فأي شغلة بتأثر هنا راح تأثر هون، فالقرارات السياسية اللي عم تتخذ خصوصا في قضية العمال إدخال العمال الفلسطيني إلى الدولة أو في قضية الوزارات اللي هي ملهاش محل عم بيحطوها، تعرف قديش كل وزارة راح تكلف الميزانيات، كل وزارة بدها الميزانيات تاعتها، ولا وزير راح يقول لي أنا متنازل عن ميزانيتي، لا بده يشتغل وبده ميزانياته وبده لجماعته، فهون اليوم عم نشوف انه الوضع السياسي عم بيأثر كتير على الوضع الاقتصادي، وزاد على ذلك انه اذا انت ما بتكون ملم كثير في الامور الاقتصادية قراراتك بتكون خطأ، وهي اللي عم بصير، فنتنياهو على سبيل المثال
بفهم اقتصاده، ولكن الظاهر انه هو يعني شوي مربط مش قادر يتحرك كتير نتيجة الائتلاف اللي معه. فاليوم اذا الائتلاف طلع او يعني طلعوا من الائتلاف عمليا سقطت الحكومة، واللي بدوش يوصله طبعا نتنياهو، فهو ملزم انه يمشي حسب بس امريكا بتكله بمعنى خليها تسقط حكومتك، خذ مثلا اعطاك ناس اخرين سواء بيني غانتس او افيغدور ليبرمان او يار لابيد، او يعني خذ واعمل حكومه جديده، هيك بكلهم هيك بصريح العباره كلهم. السؤال بعرفش انا اذا هذا من ناحيه سياسيه اذا بظبط ولا اذا انت سمعت اكيد عن سمعت، ولكن هل قانونيا بنفع ولا هل يعني مسموح ولا هل اذا طلعوا من الائتلاف فبتسقط الحكومه؟ هاي التخوف. انا بدي اجاوبك، اذا 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 نتنياهو بيقنع 20 عضو كنيسة او 10 او بكفي يمكن 7-8 بقنعهم ينضموا للحكومة ويخرج الآخرين وبتكمل حكومة طبعا هو أفضل. يعني اليوم الحكومة اللي فيه كتير قرارات اللي شوي سيئة، يعني مش شوي كتير سيئة خصوصا من العقد الصندوق. بعدين نرجع الحكومة بدي أسألك عن بلدكم، أنا شو عامر؟ أنا هم المرشحين للرئاسة، والله أنا موضوع بهم أهلي شو عامر مش أقل من حكومة إسرائيل. صحيح والله عندنا حكومة شو عامر، حكومة شو عامر طبعا شو عامر هي بلد طبعا مدينة اللي تفوق 50,000 نسمة، طبعا مدينة مركبة، ولكن يعني شو اللي بيميزها انه في شفا عامر هناك 3 طوائف اللي بيعيشوا بسلام مع بعض بدون مشاكل. 3.5 ممكن 3.5 لا 3 طوائف. عندكم برضه في يهود بيقولوا انه احنا الهن، حتى في كنيس لليهود اللي موجود. طبعا احنا بنحكي اليوم شو الوضع اللي كانوا عايشين في شفا عامر في الماضي، اليوم في 3 طوائف اللي موجودين عايشين بسلام يعني بدون مشاكل. هي اهم ما يميز البلد هاي. طبعا في هناك عدة مرشحين، في 3 مرشحين اللي كانوا يعني في الرئيس الحالي اللي هو السيد عرسان ياسين، في رؤساء اللي كانوا طبعا السيد ناهض خازم والسيد أمين عنبتاوي، وفي كمان بدهم يرجعوا دول 2 ترشحوا ناهض وأمين وعرسان، وفي كمان شباب 2 لأن الأول مرة بترشحوا وجوه شاب أعطيهم كريديت اللي هن رياض حصري والسيد موفق سواعد. طبعا الشباب برضو يعني محترمين وفهمانين، ويعني طبعا في عندنا الرؤساء السابقين يعني عندنا الائتلافات مع قوائم وكذا، المرشحين الجداد اكثر بخاطبوا الشعب يعني اكثر بخاطبوا الجمهور. طبعا في نهايه المطاف يعني الله يولي الصالح طبعا الافضل وراح ياخذها. في 3 كانوا رؤساء من بين اللي ذكرتهم على الكلية، السيد عرسان هو الرئيس الحالي، السيد لا الرئيس الحالي والرئيس السابق أعطيني كريديت تاعته كان مين؟ رئيس مين أمين أمين وناهض عرسان اليوم هو الرئيس مش فعلا وكان رئيس وانت كان هو كل وقت كان رئيس بس قبل لا ما هن يغيروا بعض صحيح يعني في 98 كان السيد عرسان بعدين عن جد انك عن جد انك صغير انت بالسن السن فخلفوا حتى ناهض وبعدين اجى امين وصحيح وبعدين رجع عرسان يعني كمان مره. فالثلاثة اللي كانوا إني من سنة 98 لليوم إني 3 اللي كانوا في رئاسة البلدية، واليوم في كمان 2 إضافيين اللي هن السيد الشباب اللي بتكون الشباب السيد موفق سواعد والسيد رياض حصري. في سيدة ولا سيد؟ سيد رياض حصري والسيد موفق شو سواعد. رياض فطني عليه. رياض حصري هو ناشط اجتماعي اللي هو بيشتغل في المجالس، كان مستشار حتى للسيد أمين عنبتاوي في السابق لما كان رئيس بلدية. اليوم يعني عنبتاوي بنته مستشارته لا كان لا في شاطرة ممكن أكاديمية في عنده طبعا بناته متعلمات إن بيت متعلم يعني صح. ولكن كمنصب رسمي كان السيد رياض حصري آنذاك. اليوم هو طبعا مرشح للرئاسي يعني، وأيضا السيد أمين مرشح للرئاسي. في هناك أمين كان قريب للحركة الإسلامية شوي؟ لا أمين لا مش للحركة بالائتلاف. وأنه اللي كان إذا متذكر أنه ائتلاف آخر ائتلاف كان في رئيس هو كان رئيس كان يعني رئيس طبعا يعني كان في إشكالية بالائتلاف في نهاية ال زي ما بتذكر أنه كانوا بعيدوا الحركة الإسلامية بجزء أنا غلطان بل. لا ممكن في عندنا الفجر أكتر إني معدين على الحركة اللي فيه اسمها قائمة الفجر كانوا معه فترة بعدين طلعوا من الائتلاف. يعني اليوم الحركات شكوت الجبهة اليوم هناك سهل إيه
جاب يعني قوته زي اي قوه اخرى. اليوم كمان دور شفاعات لا يعني مش زي قوه يعني ما هو كل القوة يعني متساويه انه عندنا كثير قوائم حتى نقول كثير قوائم في شفاعمر. واليوم تنساش انه شفاعمر هي بلد مركبه، احنا حكينا انه صحيح فيش مشاكل كذا ولكن في نهايه المطاف القضيه الطائفيه ممكن تلعب دور. يعني احنا عندنا ما في عائلات كثير في كبيره في شفاعمر زي باقي البلدان اللي بتشوف العائليه اللي اكثر بتطغى هناك. يعني لعله عندكم الطوائف، احنا الطوائف اكثر يعني كل طائفه اكثر قريبه على بعضها ممكن هيك بالضبط بصير في تكتلات معينه. الجبهه هي مش قائمه طائفيه، الجبهه هي قائمه من كل الطوائف اكثر سياسيه يعني، فبتشوف انه يعني إلها محل ولكن مش المحل الاكبر زي ما بقول. مره كان بشفاعمر كان في السابق صحيح كان انا مرشح الجبهه مثلا على رايك في له مرشح بالعضويه اليوم في مرشح اذا فطمان لاسمه طبعا السيد صبري حمدي اليوم هو المرشح يعني لعضوية مش رئاسي كان في تفكير انه يكون محمد بركي مشترك مشارك بالاشياء ولا بس لا محمد محليا ما بيشارك يعني بيشارك ولكن ما بيتدخل كثير محليا انه محمد بركي اكثر قطري هو من اليوم معدود على كل الاحزاب على كل الجماهير العربية نتيجة منصبه في قيادة لجنة المتابعة فهو ما بيتدخل كثير محليا ولكن في طبعا الكوادر والموجودين طبعا في ايضا احزاب سياسيه اخرى مثل التجمع كمان في عندك التجمع موجود كمان موجودين التجمع طبعا مين التجمع اليوم هن داعمين مثلا السيد امين عنبتاوي مش ذاكر بفكر ناسي مش بس امين عنبتاوي مش التجمع لا هن داعمينه يعني اليوم راحوا دعموه أكثر مو بصور تحالفات يعني حتى السيد ناهض أيضا في كتير قوائم اللي دعمته مثلا اليوم قلت لك في مرشحين اللي ما راحوا على القوائم راحوا أكثر يخاطبوا الجمهور أو يخاطبوا الشعب بشكل مباشر ساهر يعني بتاوي الجمهور كيف بنظر له إنه كان رئيس ناجح ولا كيف بنظر له يعني أنا بديش أدخلك ولا أتدخل بس هيك بشكل يعني عام. يعني كل الرؤساء كل رئيس عمل اللي لازم يعمله حسب رأيي طبعا يعني شو عامر مدينة مطورة متطورة يعني إذا بتسألني ممكن تكون متطورة أكثر مرة حكينا كثير عن مع الرئيس الحالي عن شكل شفاعمر عن نظافة شفاعمر عن الخضار في شفاعمر حكينا معه عن هذه الشغلات وقال هو هاي الأشياء مهمة اللي بتقوله أنت بسام جابر مهم إنه كل شيء يكون نظيف ويكون شجر ويكون ورد ويكون عملها الشغلات ولكن مش هاي الأهم حسب رأي أبو الفاضل طبعا مش الأهم بس بقول لك يعني البلد يعني حتى مش الحك معك مش هاي الأهم حسب رأيي مهم ولكن الأهم اليوم كيف تكون كيف تطور البلد من مثلا إقامة مناطق صناعية متطورة مثلا إقامة أنا عارف مستشفيات قدر يعمل إشي سنين عرسان يعني عم بيعمل بده يعمل مثلا كانتري اللي هو مش موجود عندنا في شغلات اللي مش موجوده عم بيحكي انه بده يعمل كانتري ولا بده يعمل عم بيعمل حديث عم بيعمل مثلا اليوم فريق شفاعمر في الدرجه الممتازه حكى مثلا لازم نعمل استاديون كبير يعني الحديث انه يعني بيلعب مع ام الفحم شفاعمر طبعا شفاعمر ام الفحم وكفر قاسم لان انه المجتمع العربي موجودين في الدرجه الممتازه ولكن ايضا سخنين في العليا سخنين والريني في العليا لكن اليوم يا اخ بسام بدك ميزانيات يعني الرئيس ممكن انه يحكي صحيح ممكن يعمل يعني برامج معينه ولكن بدك ميزانيات اليوم بتعرف انه سموتريتش كمان موقف قضيه الميزانيات على المجالس الله يسعد المجالس اعطاهم يمكن اعطاه قسم قديش اعطاه بعده مش كل الميزانيه المفروض اللي لازم توصل وصلت كيف انا بعرف الا اذا في شيء جديد يعني انا اللي بعرفه انه هذول قصه ال 200 مليون يعني حولون او بدهم يحاولوا يعني في حديث بس بعرفش اذا وصلوا كيف بعرف انه ما وصلوا للمجالس وهي كمان بجوز انت بتعرف اكثر مني وحتى ال 200 اقول لك شغله حتى ال 200 مليون انا برايي مش كفايه لازم لما نحكي على مجتمع ونطوره لازم نحكي على مليارات مش على ملايين صحيح فاليوم كيف البلد بتكون متطوره بدك تجيب مثلا هايتك على بلدك اذا بتعمل مثلا زي مصنع كبير او شيء اللي هو بيتخصص بالالكترونيكا اللي تشغل بهذا المصنع مثلا عائلات تشغل العمال اولاد بلدك الناس اللي بتفوت عايل المحلات اللي عم تشتغل ممكن يطلعوا ياكلوا بدهم يشربوا بدهم يستجموا فانت بتشغل كل البلد هاي التفكير لازم يكون حسب رأي اليوم في البلد
مش بس شجر منيح، النظافة ممتازة. نعم احنا الشجر اخذناها كشيء كمالي. صحيح شيء كمالي، ولكن انا بقول اليوم لازم يكون التفكير اكثر، ولكن كمان كله مرتبط في الميزانيات اللي احنا بدنا ناخدها من الدولة في نهاية المطاف. اليوم العالم بنتبه كثير لقصة البيئة ونظافة البيئة. صحيح. فإذا مش فامر بده يكون في يعني بزوايا أو ضواحي مختلفة، بده يكون كله يعني ملان هناك يعني مولعين نار في الشجر، مولعين نار بالوسخ، مولعين يعني هذا بتعرف هذا يعني أحد يعني بيحكوا إنه أكثر إشي ممكن يسبب سرطان الإنسان هي الشغلات. صحيح. إنه يقعد يولع النار بأشياء بكمامة وبكل شيء. صحيح. للأسف الشديد المجتمع العربي بيعاني من هاي المشكلة، فعلى الأقل الرئة لشفاعمر، الرئة للناصر، الرئة لمجد الكرومي، الرئة لشفاعمر، كنا الرئة مثلا لكل البلاد، الرئة لعكا، الرئة للبنجدات، الرئة هي الشجر يعني. صح مش هو أهم شيء بس هو مهم جدا. مهم طبعا مهم. يعني في فرق بين تكون عايش جنب زبلة كل وقت مولع نار، صحيح، بين تكون عايش بين شجر اللي يعطيك اللي تتنفس بكرئة. كلامك سليم 100%. طبعا اليوم قضية البيئة مهمة جدا، يعني اليوم نسمع تقارير وقديش قضية جدا خطرة للإنسان ولصحة الإنسان، وقضية الحرائق اللي عم بتصير حتى في برامج عندك، أنا سمعتها، شفت الأخ عبد حكى عاي الموضوع. بهمني كثير هذا الموضوع. أنا طبعا هذا الموضوع كثير مهم وهي لازم يهتموا فيه طبعا، ولكن أيضا بالإضافة لهي الموضوع أيضا نطور بلدنا. أو ربما زي ما تفضلت قبل هذا الموضوع يكون كمان يكون ما هو إذا تطورت البلد بهاي الأمور بتبطل موجود. أنت فاهم شو اللي عم حلو شو عمل اليوم زي آخر مرة شفتها. إحنا إلك عزومة طبعا على شفاعمر أبو الفادي، أنت في شفاعمر إلك معزة خاصة يعني، بعرف كتير اللي بيحبوك ويعني إلك دعوة بشكل دائم طبعا. فشفاعمر بلد طبعا موجودة بالجليل، منطقة جغرافية جدا هي مريحة. أول مدينة عربية في البلاد هي أول مدينة قبل الناصري، بعرف إيش ديش أعطيك معلومة غلط. أنا متذكر ممكن مدينة عتيقة. عتيقة هي بس وين صارت مدينة قصدي أنت قبل الناصري أو بعد الناصري؟ قصدي ككيان يعني شفاعمر. هي بلد عريقة طبعا عريقة يعني، وأعتقد أنها مدينة من أيامها يعني من زمان. صحيح يعني كان يعني الظاهر عمر يعني اليوم القلعة بعدها موجودة، إمامة الظاهر عمر وفي ما قبل. عملوا شيء فيها القلعة؟ إيه لا، هي إحدى الشغلات اللي لازم تتطور في المدينة يعني. اليوم تقدر مدينة شفاعمر تطورها سياحيا على سبيل المثال. ذكرتني كمان وانا مقاطب حديث، ذكرتني بالعلية تبعت الطيبة. السؤال اذا بلدية الطيبة خلاص زبطوها على اخر العلية، اكيد هسه بيجيني بيان يقول لي زبطناه او يعطوني شرح. صحيح. فضل. اليوم انا بقول في معالم اللي هي مش عم نقدر نستغلها زي ما لازم، وهي الشغلات لازم ينتبهوا لها الرؤساء ايا كان، اي رئيس اللي عم بده يكون رئيس لمدينة شفاعمر لازم ينتبه للامور السياحيه اللي بتقدر تطورها بشكل كبير. في عندنا السوق القديم اللي اليوم غير مستغل مثلا، في عندنا قضيه القلعه اللي هي معلم يعني اثري قديم. ما فهمتش كنت زبطوها ولا لسه؟ لا بعدين يعني المفروض انه كان في هناك ميزانيه معينه درب الأديان سموها، بعرف شو اللي صار بعدين ما كملوا فيها. في عندنا الأبراج يعني في أنفاق بين القلعة والأبراج اللي ممكن تزبطها، يعني في شغلات اللي ممكن تكون في البلد القديمة جدا يعني ممتاز. والحقيقة الحقيقة كمان كون شفاعمر بلد منوعة ومتنوعة من حيث سكانها. صحيح. فيها مسلمين، فيها هذا ما يميزها طبعا. بالضبط. فيها دروز، هاي كونها فيها ثلاث ديانات وهيك، والصبر التسامح فيها يعني بلد كثير مثالي. صحيح. إذا بضلنا محافظين عليه، لأنه مهم إحنا كعرب جمهور عربي نضلنا محافظين على هذا الرونق وهذا الشكل وهذا الكيان تبع شفاعمر كبلد فيها عدة طوائف. يعني هذا ما يميز بلدنا شفاعمر، يعني هي بلد اللي فيها زي ما تفضلت حضرتك ثلاث طوائف، حتى زي ما حكيت في السابق أيضا حتى اليهود كانوا موجودين في شفاعمر. اليوم إني غير موجودين، ممكن في ضيوف اللي بيجوا على شفاعمر لمشتريات. بس نحكي بعد يرجعوا لك يجوا لك هناك كمان يستوطنوا لك ويصيروا عندكم أخرى زي برام الله وزي يعني كان في كنيس موجود يعني كان مرة في جماعة اللي فاتوا جماعة بس حاول
حاول يساعدهم شو اسمه رئيس البلدية تبعكم السيد عرسان حاول يساعدهم. في كان هناك أبر اللي يعني بيقولوا تابع لنا ف يعني مش انه يساعدني يعني انه ما حط لهم اجر قصدك انت ما وقفن انه يعني تابع لهم فكانوا بدهم يبنوا شغلات صار في ضجه صغيره. لا لا احسان ياسين حسب رايي طبعا هذا بيكونش من ذكاء وقيمه الاخرين والمرشحين الاخرين. ارسان عنده تنقل وساء اكثر بشر انه وساء اكثر مش معناها صح كل شيء بيقوله او بشر انه وساء مثلا هاي قصه انه مثلا معاملته للطوائف كثير وساء صحيح وعلى هذا الاساس اكثر هو يعني كيف انتخبوه ولانه كربين عليه معك يعني كتلة كبيرة من كل الطوائف عشان هيك انتخبوا ولا بيقدرش يصير رئيس. يعني الحق يقال يا ابو الفادي انه بشفع عمر يعني لا غالبية الرؤساء بيتعاملوا مع اهل شفع عمر يعني بتساوي يعني هذه شغلة كتير مليحة والطوائف كلها بشجعوا التسامح يمكن طبعا وحتى كل الطوائف ممثلين في الممثلين فما بتشوف انه في طائفة اقل من طائفة او طائفة مظلومة عندنا فكل الرؤساء بيتعاملوا بشكل كبير. يعني عرسان ايضا كشخص جدا ممتاز حتى امين كشخص ممتاز حتى ناهد كشخص ممتاز بس مشان ناهد وامين وعرسان يرضوا كل الطائف شو لازم الطائف شو لازم يعملوا يعني اليوم احنا مقسمينها في شفا عامر زي ما بقولوا يعني طبعا طائفة لها مثلا الرئاسي طائفة لها النيابي طائفة لها القائم باعمال يعني بكل متفقين بكل برامج المرشحين يعني بكل برامجهم بتلاقي هذا التقسيم يعني حتى نقول بعرفش اليوم شو الوضع شو ممكن يكون لقدام بس حتى نقول من الماضي يعني لليوم هيك التقسيم اللي الدارج يعني. طب انا قبل ما أنهي المقابلة معك صرنا إحنا بنحكي حوالي 40 دقيقة ممتع الحكي ذكرتني بركي لأنك بركي في مربية وبتغني صحيح شو اسمها الست نوال بركي نوال بركي إم محمد بدنا نسلم عليها نسلم عليها إحنا التحية لإم محمد نطمن عليها إم صحيح ونقول لها إنه عندها صوت روعة صوت روعة وأغانيها ملتزمة وهي صوتها كتير جميل هون البنات أنا قلت لنا مرة طلعوا لنا الأغاني تبعي غنت هون لازم تحط معنا أبو الفادي دائما هيك بشكل بالزبط. بالزبط. مستمر يعني بيقولوا لي في أحيانا ممنوع نعمل أشياء اللي فيها حقوق نشر لحدا غيرنا أما بالنسبة لبركي السيدة بركي كنوال نوال كأغاني كلها مسموحة هي اللي بيميزها أنه أغانيها تراثية وطنية شعبية جدا يعني الأغاني القديمة اللي احنا عن جد متشوقين أنه نسمعها مش الأغاني الجديدة خلاص هاي البنات سمعات ونطلعهن وهي كمان سيدة طيبة وجوزها ملاك جوزها صحيح ناس ابو محمد طيبين. صحيح ناس طيبين. طيبين صحيح كثير طيبين مرة بتلفن بدي أحكي مع نوال رد علي جوزها شو يعني شو هالاستقبال شو يعني شو قديش الناس كثير كثير يعني بيحبونا اوكي مش غريب يعني صحيح لا هو كمان هي مثقف هو مثقف يعني بيت كثير مثقفين فهي طبعا ما كمان يميزهم وهي بالنسبه للاغاني هي كمان مربي انت بتعرف مدرسه نوال طبعا في المدرسه وكمان بتغني الاغاني الملتزمه وهي اللي بيميزها يعني أغاني فولكلورية فولكلورية بالضبط التراثية واللي احنا عن جد متشوقين مش دائما بنسمعها اليوم بنسمع أكثر عشان هيك بطلعنا هون على جهة بدها تاخذني الكاميرا الكاميرا لسه مش شاعرة فيها أعطيني تيجي علي الكاميرا وأقول أنا عشان هيك بطلع على الجهة الثانية للكنترول وبذكر إنه احنا لازم نطلع أغاني نوال بركي وبسرعة هاي بيعملوا لي لايك أوكي الله يسعدك فهيك يعني الوضع بشفع عمر نتأمل انه كل وضع طبعا منيح بشفع عمر في كل بلادنا طبعا العربية احنا نأمل انه يكون خير لكل البلاد حضرتني وانا اسئلة حبيت نحكي عنك اعتقد بس سؤال احتجنا يعني حكينا بشكل اقتصادي حكينا يعني شملنا الامور اللي تحكي روعة بشكل كامل ممكن في امور اللي يمكن سهينا انه نحكيها لا بنقدرش نحكي عن كل شيء بقدر نحكي معك صحيح 12 ساعة في كتير الحكي وبتمتع خصوصا بهاي الفترة في كتير شو نحكي امور اقتصادية ولكن اذا بنحكي من امور اقتصادية اذا بدنا نلخص يعني الوضع هو مش يعني ليس على ما يرام في الفترة الأخيرة خصوصا
التوقعات ايضا من سنه الارض 2024 حتى قبل الحرب، يعني مش شرط يعني عشان قضيه الحرب، حتى من قبل الحرب، انه عشان الامور الاقتصاديه ترجع للوضع الطبيعي بدها شويه وقت. فحتى سنه 2024 رايحين نفوت عليها في وضع ايضا اقتصادي اللي هو مش كتير مريح. في نصائح ممكن نقولها للمشترك؟ في ناس بفكروا عكسك سهل، بيقولوا لانه بعد حرب، وانت حكيتها انت نفسك، حكينا بكون يعني ازدهار طبعا، يعني ممكن مش اكيد، احسن يكون هيك، احسن انه يعني لسه الامور واقفه ابو الفادي بعدين بدها تنطلق، يعني بسموه ازدهار اقتصادي. وحسب قلت لك على مر التاريخ بعد كل حرب كان يكون ازدهار اقتصادي، وهي اللي احنا بنتامله طبعا. ولكن انا مش عم بحكي بس على الحرب، عم بحكي على الوضع الاقتصادي السيء من بدايه العام او حتى من فتره الكورونا لليوم. عشان يتصلحوا مش بيوم ويومين، هذا بده وقت عشان يتصلح. فالتوقعات سنه 2024 شوي صعب. عشان هيك اليوم نقدر نقول لمجتمعنا، للاهالي خصوصا، لرب العائله، انتبه. اليوم المصاريف عندك كثير كبيرة، المفروض انك تجيب دخلك، او اذا رب العالم وربة العالم بيشتغلوا التنين يجيبوا الدخل التنين مع بعض، يقعدوا قعدة في الليل مع بعض ويشوفوا شو عند المصاريف. في عنا مصاريف ثابتة اللي احنا مجبورين ندفعها زي الكهرباء والأرنونة والمي اللي هي ولا ما فيش مفر منهن، وفي والأكل والشرب طبعا والدورات للأولاد اللي أشياء أساسية. فبدنا نشوف قديش عنا دخل، قديش عنا مصاريف، وإذا بضل إشي بنقدر ناخد الإشي اللي هو غير أساسي، الأشياء الثانوية. فاليوم بما إنه الوضع الاقتصادي مش كتير مريح، مفضل إنه ما نشتري الأمور الثانوية، يحاولوا يعني قدر الإمكان ما يصرفوش. بالضبط، على كل حافظ على قرشك اليوم. الاقتصاديين اليوم القرش الأبيض ليومك الأسود. ويعني فترة الكورونا شفنا في كتير ناس اللي اتضايقت ووصلت لوضع اقتصادي مش مريح، لأنه ما كانوا عاملين حساباتهم لما إني أغلقوا وما قعد في شغل فترة معينة وانت قاعد في البيت وما عندك دخل، بتشعر في الإشي. حتى لو طلع على الإجازة عبين ما تأخذ مصاري من التأمين الوطني بدها تأكل شهر وشهرين، فأنت رايح تشعر إنه في عندك مشكلة. فاليوم حتى الاستثمارات من اليوم بيستثمروش كتير. اليوم خلي مصاريك، إذا معك شوية مصاري استثمرهن لقدام. اليوم حتى إذا بتروح تشتري سلة المشتريات، اشتري الأشياء الأساسية، اشتري الأشياء اللي عليها تنزيلات، اشتري الاشي حسب ورقة وقلم، تأخذ معك ورقة وقلم شو مسجل بتشتري، تشتريش اشياء ثانية. فاليوم من كثر الغلاء، السلة للعيل اللي كنا نشتريها بألف او 1200 شيكل على سبيل المثال، اليوم عم توصل 1800 شيكل، غير عن كل الغلاء الموجود الاخر، يعني الكهرباء، الوقود، يعني عم بيحافظوا انه يعطوا تسهيلات من ناحية ضريبة البلو بسموها، فمش عم بيرتفع، ولكن كل المنتجات الاخرى عم ترتفع بشكل كبير. وعم نشوف انه الغلاء عندنا صار كثير، والمعاش او الاجر خصوصا للاجيرين هو ضل نفس المعاش، يعني رفعوه، يعني كان في اشي اسمه الاجر الادنى للساعة مثلا كان 29.12 صار اليوم 30.61، يعني الارتفاع جدا ضئيل، جدا طفيف، ولكن غلاء جدا عالي. فاليوم بدك تنتبه لانه دخلك نفسه ولكن المصاريف زادت. فاليوم بطلنا زي الوضع الأول، اللي إلا إذا طبعا إن شاء الله بتحسن الأمور، تنزل الفوائد، بنزل التضخم، بنزل الغلاء، وبنرجع للوضع الطبيعي، ساعتها ممكن الأجر تبعنا هذا يكفي إن شاء الله. نقدر بعد هذا الوضع ما يكونش بعدين كثير ما يطول، ونقدر نستضيفك كمان مرة إن شاء الله. طبعا لابد أبو الفادي في نهاية المطاف أنه نقدم كلمة شكر كبيرة لقناة هلا طبعا، الطاقم المهني جدا موجود عندك، وعلى رأس الهرم طبعا الأستاذ بسام جابر والسيدة فريدة جابر. وطبعا احنا بنتأملكم انكم تضلكم مستمرين بهذه الطريق، فكل الاحترام لكم وبالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا عزيزي. شكرا لكم لجميع المشاهدين. شكرا. نحن إلى هنا نأتي إلى نهاية الجزء الأول من الموجة المفتوحة، الموجة المفتوحة لقناة هلا بالتعاون مع موقع بانيت، ستستمر من خلال بسيم دموني الذي يقدم لكم بعد قليل برنامج مبسوطين مع أهلا. إلى اللقاء.